ما حكم الذين ينادون علي رضي الله عنه في الطواف ويقدسونه ويقولون أنه يضر وينفع، وهل يعذرون بجهلهم؟ كل من دعا غير الله، علي أو الرسول أو غيره، من دعا غير الله فهو مشرك في الطواف أو في غيره، هو مشرك. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة. فإذا دعا غير الله من الأموات، سواء الرسول أو الخلفاء أو الصحابة أو الصالحين، فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم.